يجوز للمسلم أن يكتسب المال الحلال الكثير وأن يكثر منه، ويقصد بذلك أن يترفه، وأن يقصد بذلك أن يتنعم، فيجوز إذا كان حلالا بشرط أن يسلم دينه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند: نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن بهذه الشروط: أن يكون حلالا وأن يسلم دينه، لأن البعض قد يكون دينا خيرا وعند المال يضعف، ثم يستبيح بعد ذلك ما حرمه الله عز وجل من المعاملات. فقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال.